الخلفاء الراشدون، مرحلة الخلافة الراشدية ونظام الشورى الذي قامت عليه. مرحلة الخلافة الراشدية هي المرحلة التي تلت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتدت من سنة 11 إلى 41 هجرية، وشملت مرحلة حكم الخليفة أبو بكر الصديق ما بين 11 هجرية و 13 هجرية، ثم مرحلة حكم الخليفة عمر بن الخطاب ما بين 13 هجرية و 23 هجرية، ثم مرحلة حكم الخليفة عثمان بن عفان ما بين 23 هجرية ثم 35 هجرية، وأخيرا مرحلة حكم الخليفة علي بن أبي طالب ما بين 35 هجرية و 41 هجرية. نظام الشورى الذي قامت عليه الخلافة الراشدة هو استشارة المسلمين في تعيين الخلفاء وفي كل الأمور الهامة سواء الدينية أو الدنيوية، فقد تمت مبايعة المسلمين لأبو بكر الصديق خليفة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة سنة 11 هجرية. بالنسبة للفتنة الكبرى، أسبابها ونتائجها. تتمثل الأسباب في عدم اقتصاص علي بن أبي طالب من قتلة عثمان بن عفان، ثم مطالبة معاوية بن أبي سفيان بالتأر ممن قتل عثمان بن عفان، وأخيرا قيام علي بن أبي طالب بعزل معاوية بن أبي سفيان من منصبه واليا على الشام. ومن نتائج هذه الفتنة حدوث مجموعة من الحروب بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان كمعركة صفين والجمل، وقد انتهت الفتنة الكبرى بتولي معاوية بن أبي سفيان الحكم وتغيير نظام الحكم إلى نظام وراثي. الفتوحات الإسلامية الأولى، دوافعها تتمثل في نشر الإسلام ومحاربة المرتدين من الناحية السياسية، توسيع رقعة الدولة الإسلامية وضمان مستقبل العرب والأمة الإسلامية، وأخيرا البحث عن موارد إضافية لخزينة الدولة الإسلامية كالخراج. أما امتداداتها، ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين 2 هجرية و 11 هجرية كامل شبه الجزيرة العربية كل هذه المنطقة عرفت انتشار للدين الإسلامي. في مرحلة أبي بكر الصديق وصلت الفتوحات إلى العراق وجزء من الشام، أما في عهد عمر بن الخطاب فقد وصلت الفتوحات إلى بلاد فارس وما تبقى من العراق والشام، وشملت مصر وبرقة وطرابلس. أما في عهد عثمان بن عفان فقد وصلت إلى إفريقيا أي تونس حاليا. وكمفاهيم لهذا الدرس، الخلافة هي نظام حكم أقره المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعتمدوا فيه على مبدأ الشورى، أما البيعة فهي تولية الخليفة بعد موافقة المسلمين عليه. الفتنة الكبرى هي اضطرابات سياسية عرفتها الدولة الإسلامية بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وارتبطت بالصراع بين علي ومعاوية ودامت 6 سنوات ما بين 35 هجرية و 41 هجرية. وكخلاصة، صار الخلفاء الراشدون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال اعتماد نظام الشورى في حكم المسلمين رغم مشاهدته المرحلة من أحداث الفتنة الكبرى.